السلام عليكم. مباشرة من ما عرفت واش نسميها مؤسسة ثانوية علا الفاسي بالعوامرة أو السوق ديال العوامرة، لأن الوضع هنا كل خميس أصبح لا يطاح، أكثر من نصف ساعة وسيارات الأساتذة واقفة هنا. كاين اعتقال ديال الأساتذة، اعتقال نحمل فيه المسؤولية بطبيعة الحال السلطة، لأن السلطة هي اللي منظمت هذا السوق. ما بقيناش كنتشكاو حنا على المشاكل ديال الصداع، ما بقيناش كنتشكاو على المشاكل ديال الزبل، ما بقيناش كنتشكاو على التحرش اللي كيتعرضوا له التلميذات، ما بقيناش كنتشكاو على هذه المشاكل. بغينا غير الطريق سالكا ندوزو للدار، بغينا غير الطريق سالكا. بعد 4 سوايع ديال العمل ديال الإرهاق كنجيو كنلقاو عمل آخر كينتظرنا هنا في الباب ديال المؤسسة، وكتشوفوا انطباع ديال مجموعة من الأساتذة اللي كيستنكروا هذا السلوك، كيستنكروا هذا الاستبداد وهذا الفساد اللي وصلنا لهذا المواصل هذه. والان غنسمعوا كلمه ديال السي زكريا. السي زكريا استاذ ديال التربيه الاسلاميه، شنو موقفك من هذا؟ السي هذا ماشي معقول، وحنايا نندب هاد الامور اللي كتوقع حدا المؤسسه. كل يوم خميس نعاني معاناه شديده، نبقى ساعات طوال وننتظر، وللاسف لابد المسؤولين ان يتخذوا الاجراءات الصارمه من اجل حفظ الامن داخل المؤسسه وامام ابواب المؤسسه. شكرا سي زكريا. استاذ في نظرك شكون المسؤول؟ لما كنحملوا كتحمل المسؤوليه انتما كاساتذه؟ هذا نداء رجال السلطه المنتخبين، يا اما تقوموا بالعمل ديالكم وتكونوا في مستوى تطلعات الامانه اللي حملكم الشعب واللي حملكم جلاله الملك حفظه الله، او انكم تقدموا الاستقاله وعطونا اتساع. بالعباره انتم ناس دون المستوى، ما تستحقوش انكم تكونوا في منصب المسؤوليه، لانكم دائما كل اسبوع تهينون رجال التعليم الذين يسارون على رعايه ابنائكم. فهاد المسائل هذه، حنايا دوله ديال الحق اللي تدفع شعار الحق والقانون، وحنايا يا حسره دابا تنتكلموا على النموذج التنموي الجديد اللي جبناه جلاله الملك باش نكونوا احسن من الدول الاوروبيه. الان لازلنا نتصارع مع السيارات ومع الضجيج ديال الاسواق امام الثانويه يا حسره. شكرا استاذ. بلاتي هذه صوره، هذه مجموعه الاساتذه كيف ما كنشاهدوا الاساتذه والتلاميذ كيتم الاعتقال ديالهم في الباب ديال المؤسسه، والسبب كما اشرنا هو سوء التدبير، هو سوء التدبير ديال السلطه. فمن بعد ما تشكينا الموسم صار مؤسف، ما نعيشه حزن، ما نعيشه قمه الاستهتار بالمستقبل وبالمصير ديال المغاربه. كما كنشوفوا حشمنا نوريو التصاور ديال التحرش الان كيوقع لواحد التلميذه. يعني هذه المظاهر هذه ديال التحرش وما نعرف، ممكن غدا ولا بعده يكون اختطاف، ممكن يوقعوا مشاكل السرقه راه كتوقع، ممكن تكون مشاكل كثيره في المستقبل. والسبب هو قرار من مسؤول غير مسؤول، قرار عشوائي، قرار فيه الكثير من الجرم. ولذا نحن نستنكر وننكر، وكنتمنى من المسؤولين على 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 المنطقه انهم ياخذوا الامور بعين الاعتبار وياخذوا هذا النداء صياغته بعين الاعتبار، والا فنحن سنتصدى لكل هذه الممارسات بالمرصاد، ولنا اشكال ولنا عوده في مستقبل الايام ان شاء الله. وتحيه نضاليه. راه كيكملوا الا ممكن تسمح لي نقاطعك. شوف التلامذ كيفاش، شوف التلامذ فينا هما، شوف التلامذ فينا السوق التلامذ، يعني هذا يعني ابواب المؤسسه ولا باركينغ، يعني ها الباب المؤسسه الا سمحتي صور السي زكريا، ها الباب المؤسسه، ها الباركينغ، ها التريبورتو فين واقف، ها الطوموبيلات واقفين هنا، ها الحمير، ها حشاكو عزاكم الله، راه مشاكل، راه ولينا كنستحياو نقولوا قدامين في علا الفاسي، راه السوق ديال العوامره هذا. وسمح لنا السي استمر. اذا بالنسبه للسلطات كما قلت ما دايرش الخدمه ديالها، اذا خاص السلطات انها تخدم بقد الامور ديالها، كذلك كنحمل المسؤوليه للمديريه الاقليميه، لان كيفاش هنا الاخوان الاساتذه يعني الاطر التربويه الاداريه كيشتغلوا، يعني ما كاينش ظروف ديال الاشتغال. وتحيه عاليه. تحيه سي سعيد. سي مصطفى بحبح. بالنسبه لهذه الحاله يمكننا نصفها بانها حاله كارثيه، حالة فوضى عارمة، ذلك أن احنا كأساتذة ما كنبقاوش من ندوزو، التلاميذ كيخليو النقل المدرسي بعيد عن المؤسسة، وكيجيو يعني واحد المسافة طويلة،
دابا نقولوا حنا الشمس مثلا يوم في ايام من المطر كيفاش غيوصلوا هاد التلاميذ للمؤسسة؟ ثانيا هاد المؤسسة تم احتلال يعني المساحات ديالها، مثلا هذه الساحة اللي يوقفوا فيها التلاميذ الان هي عبارة عن باركينغ اغلقت يعني ابواب المؤسسة بشكل تقريبا كامل، وحنا الان يعني ما لاقيناش من ندوزو. كنحملوا المسؤولية للسلطات جميع اختصاصاتها، فلا السلطات المحلية ولا التربوية، وخص تلقى لنا شي حل ضروري، ما يمكنش تستمر هذه الحالة إلى ما لا نهاية. وشكرا لك. تحية نضالية سي مصطفى. شكرا للمتابعين، كنتمنى هذا الاحتجاج أو هذا النداء استغاثة يوصل لكل الأذان الصاغية، لكل المسؤولين الغيورين على المدرسة العمومية، لكل المغاربة اللي كيهمهم التعليم والأمن والسلامة النفسية ديال التلاميذ وديال الصغار. راه ما نعيشه أمر مؤسف، ما نعيشه حزن، ما نعيشه قمة استهتار بالمستقبل صورة هذه مجموعة الأساتذة كيف ما كنشاهدوا الأساتذة والتلاميذ كيتم الاعتقال ديالهم في الباب ديال المؤسسة، والسبب كما أشرنا هو سوء التدبير ديال السلطة. فبعد ما تشكينا الموسم السابق بسبب الأسبان وبسبب الصداع، هذا عام زادونا مشكل آخر اللي هو مشكل والله لا دخلتي المؤسسة. راه النقل المدرسي كيحط التلاميذ على بعد كيلومترات من المؤسسة، التلاميذ والتلميذات كيضربوا الطريق. دابا راه الشمس وفي الوقيته ديال الشتا كي غادي يديروا هاد التلاميذ كيفاش غيوصلوا للمؤسسة؟ سي بلال، بحكم انك قديم في المؤسسة، واش ما كتشوفش هاد السوق غير البنية والشكل والهوية ديال المؤسسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للجميع. بحكم احنا شغلنا سنوات في المؤسسة، مؤخرا السنتين الأخيرتين أصبحت الأمور جد كارثية صراحة. أنه لا يعقل أن الأستاذ يشتغل أربعة الحصص كاملة واش يبغي يخرج يلقى هذا المشكل. احنا كنحملوا السلطات أولا، وكنحملوا المدير الإقليمية كامل المسؤولية عن ما سوف تؤوله إلى الأوضاع. احنا مستعدين ندخلوا مع قسمات مفتوحة، مستعدين ندخلوا في القطاع إضراب على العمل. أنه لا يعقل أننا نكون نعانوا دائما هذه المشاكل. أن المسؤولين أقرب وقت يلقاو لنا حل، وإلا الأمور سوف تثبت الصعيد. شكرا سي بلال. سي سعيد، موقف تحية للحضور. بالنسبة لهذا المشكل ديال هذا السوق الأسبوعي دابا اللي ولا السنة هذه ولا السنة اللي فاتت، فأنه كيشكل لنا مشكل صراحة، لأن في الدخول شوية ولكن الخروج راه ملي كنخدموا ديك 4 السوايع وكنخرجوا بحال هكا كنلقاو مشكل في الباب، لأن ما كاينش النظام، ما كاينش السلطات اللي غتقاد هذا النظام ديال باش يخرجوا الإخوان. على الأقل بعد هذه السيارات اللي كيكونوا هنايا جهة الباب أنهم يكونوا